بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طلاب المستوى 11 التأسيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في وحدة جديدة، ألا وهي الوحدة السردية. نتناول فيها مكونات السرد مع عرض لنموذج سردي بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة التي تتناول هذا النص والتي هي مشابهة لأسئلة الاختبارات والتقييمات. بسم الله نبدأ. نتناول أولا عناصر القصة أو عناصر السرد، وهي الأشياء المهمة التي يجب أن يتناولها السرد أو تكون موجودة في القصة، وهي العناصر التي تبنى عليها القصة. أولا الزمان، ويحدد فيها زمان حدوث القصة. الشيء الثاني المكان، وهو المكان الذي جرت فيه الأحداث وموقع حدوثها. ثالثا الشخصيات، ولنا مع الشخصيات وقفة، حيث أن الشخصيات إما شخصيات رئيسة وهي شخصية البطل، أو إذا تعددت الشخصيات الرئيسة فيكون هناك أكثر من بطل في القصة الواحدة. الشخصيات الثانوية وهي التي ليست لها دور أساسي في القصة، وإنما دورها ثانوي بحيث تظهر مرة أو مرتين للتعجيل بسرد القصة أو لتتابع سير الأحداث، ولكن لا تأثير لها في أساس القصة. الشيء الرابع ألا وهو أو المكون الرابع هو الأحداث، وهي التي يمر بها البطل من مواقف وأحداث تمر به من خلالها تسري القصة وتمشي بها عقدة وبها حبكة وبها بعض المكونات، حيث يقابل البطل أثناء الأحداث أكثر من موقف صعب وأكثر من عقدة، ثم يأتي بعدها الحل الذي يتغلب فيه البطل على مشكلته ليستحق أن يكون بطلا للقصة. لنا مع الشخصيات وقفة أخرى، فدائما ما يسألني عن سمات الشخصية أو سمات البطل وما السمة الغالبة عليه وما انطباعك عن البطل، أقول له أن الشخصية تنقسم عندي إلى قسمين، أولا المظهر الخارجي، الشيء الثاني المظهر الداخلي أو الجوانب الخارجية للشخصية والجوانب الداخلية للشخصية. الجوانب الخارجية هي ما ترى بالعين كملامح الوجه وشكل الجسد ونوع الثياب أو قيمة الثياب التي يلبسها. فملامح الوجه من لون بشرة أو نعومة شعر أو لون عينين أو طول قامة أو غيرها. شكل الجسد من ناحية النحافة أو السمنة أو الطول أو القصر أو لون البشرة وغيرها. الثياب وهي تظهر الحالة الاجتماعية والحالة المادية التي يعيشها البطل، هذه تسمى المظاهر والهيئة الخارجية للبطل لأنها ترى بالعين. هناك الصفات المعنوية، وهي شيء داخلي كالصفات التي يوصف بها كالكرم والجود والمروءة إذا كانت إيجابية، والبخل أو يعني الخوف أو غيرها من الصفات السلبية التي ممكن أن يوصف بها، فهي صفات معنوية يلاحظها الشخص من خلال تعرفه على شخصية البطل. بعدها المهنة، وهي شيء متغير، فربما يعمل في مهنة اليوم يغيرها فيما بعد. نأتي الآن إلى قصة صناع الهمم، وهي نموذج للنص السردي نتناول فيه مكونات السرد والأسئلة المتوقعة عليه. يقول الكاتب: جاء فتى في إحدى القرى إلى أحد العلماء وهو يظنه ساحرا، وطلب منه أن يعمل له شيئا سحريا بحيث يحب العلم ولا يرى شيئا غير التفوق والبحث والاطلاع، ولأنه عالم ومرب قال له: إنك تطلب شيئا ليس بسهل، لقد طلبت شيئا عظيما، فهل أنت مستعد لتحمل التكاليف؟ قال: نعم. قال العالم: لا يتم ذلك إلا إذا أحضرت شعرة من رقبة الأسد. قال الفتى مندهشا: الأسد؟ قال العالم: نعم. قال الفتى:
كيف أستطيع ذلك والأسد حيوان مفترس وأخشى أن يقتلني؟ أليست هناك طريقة أسهل وأكثر أمنا؟ قال له: لا يمكن أن يتم ما تريد من محبة العلم إلا بهذا، وإذا فكرت ستجد الطريقة المناسبة لتحقيق الهدف. ذهب الفتى وهو شارد الفكر متسائلا: أنى لي بشعرة من رقبة الأسد؟ فاستشار من يثق بحكمته فقال له: إن الأسد لا يفترس إلا إذا جاع، وعليك أن تشبعه حتى تأمن شره. أخذ بالنصيحة وذهب إلى الغابة القريبة وبدأ يلقي للأسد قطع اللحم ويبتعد، واستمر في إلقاء اللحم إلى أن ألف الأسد وألفه. وفي كل مرة كان يقترب منه قليلا إلى أن جاء اليوم الذي تمدد الأسد بجانبه وهو لا يشك في محبته له، فوضع يده على رأسه وأخذ يمسح بها على شعره ورقبته بكل حنان. وبينما الأسد في هذا الاستمتاع والاسترخاء، لم يكن من الصعب أن يأخذ الفتى الشعرة بكل هدوء، وما إن أحس بامتلاكه الشعرة حتى أسرع إلى العالم الذي يظنه ساحرا ليعطيه إياها. والفرحة تملأ نفسه بأنه العالم الذي سيشار إليه بالبنان، وأن كل المحافل العلمية ستحتفي به. فلما رأى العالم الشعرة سأله: ماذا فعلت حتى استطعت أن تحصل على هذه الشعرة؟ فشرح له خطة الترويض، والتي تلخصت في معرفة المدخل إلى قلب الأسد، ثم الاستمرار والصبر إلى أن حان وقت قطف الثمرة. حينها قال له العالم: يا بني، إن محبة العلم وتحصيله والتفوق فيه ليس أكثر صعوبة من ترويض الأسد. انتهى النص. بعدها نتناول بعض الأسئلة المشابهة لأسئلة التقييمات، والتي تأتي على غرار أسئلة الاختبارات في نهاية العام إن شاء الله على الوحدة السردية، وهي مستمدة من النص وتكون مرتبطة به. فإذا سألنا عن المجاز، نقول في قوله مثلا: الفرحة تملأ نفسه. ما نوع الصورة البلاغية في العبارة السابقة؟ الفرحة تملأ نفسه، هل هي كناية أم أنها مجاز مرسل أم أنها استعارة أم أنها تشبيه؟ تملأ الفرحة، الفرحة تملأ نفسه، جعل الفرحة كأنها كالوعاء، وجعل النفس كأنها كالشيء الذي يمتلئ. فهل النفس وعاء أم أن الذي يملأ الوعاء وليست النفس؟ نعم، الذي يملأ الوعاء وليس النفس، لكنه استعار هذه الصفة من الإناء وأعطاها للنفس. إذن الإجابة الصحيحة هي استعارة. السؤال الثاني يقول: ما البيت الذي تربطه علاقة تناص مع المضمون العام للقصة فيما يأتي؟ قلنا يا شباب أن التناص عندي هو تناص لفظي وتناص معنوي. التناص المعنوي هو أن يتناص النص هذا والبيت الذي يشبهه في المعنى دون النظر إلى الكلمات. أما التناص اللفظي فهو سهل، لأن الكاتب الأول يذكر بعض كلمات تكون موجودة في البيت الثاني، فهذه سهلة. أما هنا فهو تناص معنوي، حيث يقول: ما العلاقة التي تربط بين مضمون النص؟ فهذا تناص معنوي وليس تناص لفظي. القصة عندنا يا شباب تتناول فتى يريد أن يحصل على العلم، يعني يريد أن يخوض كثير من المعارك والأمور الصعبة والمواقف القوية لكي يحصل على ما يتمناه. فهل يعني يصلح أن يقول: من يهن يسهل الهوان عليه؟ أين الهوان الذي عندنا؟ إذن هي بعيدة. قال بعدها: قد يدرك المتأني بعض حاجته. هل تأنى هذا الفتى في طلبه للعلم وهل اعتمد على غيره؟ نأتي إلى: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحل. لابد لكي تحصل على ما تريد أن تمر بكثير من الصعاب. بعدها: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. هل جلس الفتى يتمنى أن يكون عالما؟
أم خاض المنايا وحاول أن يدخل في أمور صعبة حتى يصل إلى العلم؟ إذن المعنى هنا الذي يتفق مع القصة، إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحل. السؤال الذي يليه: كيف بدت الشخصية المحورية في النص السابق؟ أن الشخصية المحورية هي شخصية الطالب الذي يطلب العلم، هل كان يائسا أم عاجزا أم طموحا أم متسرعا؟ نعم، كان يملأه الطموح وكان متطلعا لأن يكون عالما كبيرا. السؤال الرابع: أي الأحداث الآتية تمثل العقدة في القصة السابقة؟ العقدة يا شباب هي موقف صعب يقف البطل أمامه في حيرة من أمره ويصعب عليه تخطيه إلا إذا كان فعلا يستحق أن يكون بطلا. هل هو ذهاب الغلام إلى العالم؟ أم الرغبة في تلقي العلم؟ أم طلب العالم من الغلام إحضار شعرة من الأسد؟ أم ذهاب الغلام إلى الغابة وتعرضه للخطر؟ لا، العقدة هنا يا شباب هي أن يطلب منه العالم شيئا صعبا حتى يحصل على العلم، ألا وهو إحضار شعرة من رقبة الأسد، فبالتالي العقدة هنا هذا الموقف الصعب. السؤال الخامس: تمثلت ذروة الأحداث في القصة عندما ذروة الأحداث وهي وقت يترقب فيه الجميع ما الذي سيحدث، هل سينجح أم سيخفق، هل سيعود بسلامة أم سيقتله الأسد، هذه تسمى ذروة وهي قمة الأحداث. هل هي عندما فكر الغلام في أن يصبح عالما أم مغامرته بحياته عندما ذهب إلى الغابة المجرد المغامرة فقط، أم إطعامه الأسد واقترابه منه كل يوم، أم نجاحه في اقتلاع شعرة من رقبة الأسد؟ نعم، نجاحه في اقتلاع الشعرة، فإطعام الأسد والاقتراب منه يحدث كثيرا لكن على بعد مسافة. مغامرتي بحياتي في الذهاب إلى الغابة، معظم الناس يذهبون إلى الغابة لأغراض كثيرة، أما نجاحه في اقتلاع الشعرة من رقبتي هذا معنى ذلك أنه كان قريبا جدا من رقبتي وأنه تمكن أن يصل بيده إلى أقرب جزء من الأسد من رقبته وهو مكان صعب الوصول إليه. يأتي السؤال الأخير عن الفكرة الرئيسة التي تدور حولها القصة، ودائما يا شباب ما نستخرج الفكرة من مضمون القصة بأكملها وليس المقدمة أو الخاتمة أو موقف معين في حياة البطل أو في سرد القصة، إنما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها القصة هو المغزى العام والمستفاد من القصة. فعندما نقول ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها القصة، أكيد أنها طلب العلم، أهمية طلب العلم وضرورة السعي إلى تحصيله مهما كانت الطرق صعبة، فإن في نهايتها تفوق ونجاح وتقدير من الجميع. أشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك وأتوب إليك.